السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء مع محاضرة جديدة من محاضرات الداتا مايننج المختصة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم الحاسبات لكلية التربية في جامعة الكوفة. إن شاء الله محاضرتنا اليوم راح تتمحور حول التعرف على البيانات اللي راح نجمعها حتى ننفذ عليها عملية التنقيب. في بداية المحاضرة راح نطرح مجموعة من البيسك كويستشن فور أندرستاندينج داتا، مجموعة من الأسئلة اللي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار قبل ما نبدأ عملية التنقيب. إذن راح نبين مجموعة من الداتا تايبس والداتا سيت، نبين ما هو مفهوم الداتا سيت. في الخطوة اللي تليها راح نناقش مجموعة أربع أنواع من الاتريبيوت اللي تصف الداتا. في الفقرة اللي بعدها راح نقدم سكيم آخر على أساسها يتم تصنيف الداتا، أي هي أيضا أو يتم وصف attribute of الداتا، أي أن هناك وصف آخر أو طريقة أخرى تصنيف البيانات من discrete إلى discrete و continuous attribute. في الفقرة الأخيرة إن شاء الله لو استطعنا راح نناقش ال basic statistic method for لحساب ما هو أو لإيجاد الداتا اللي تكون أكثر كفاءة واللي يجب أن نجمعها ونهمل البقية من أجل تطبيقها واستخدامها في الداتا مايننج. Before diving deeply in data analysis, we need better understanding of the available data. قبل ما نبدأ عملية تنقيب البيانات أو تحليلها، إحنا نحتاج أن نفهم وندرس ماهية هذه البيانات وطبيعتها. عادة إحنا في حياتنا الاعتيادية قبل ما نبدأ في مشروع معين نحتاج في البداية ندرس هذا المشروع ونقارنه مع إمكانياتنا، وإن كانت إمكانياتنا غير كافية نحاول إنه نكمل هذه الإمكانيات، كأنه يكون مثلا لو دخلنا في مشروع تجاري كأن يكون نزود مصادرنا المالية، نعمل دراسات أخرى وهكذا أمور بحيث تساعدنا للنجاح في هذا المشروع. أيضا في الداتا مايننج قبل ما نبدأ عملية تنقيب البيانات نحتاج أنه ندرس هذه البيانات اللي جمعناها، نتعرف عليها كيف تكون، في إن كانت أكو بيانات ناقصة نحاول أنه نكملها من أجل أنه جهودنا ما تضيع سدى، بالتالي تنجح عملية التنقيب ونجد سكيم أو نجد فد باترن مفيدة نقدر نستفاد منها ونحقق فد نتيجة جيدة. With any software system, understanding what the input and output are important, then knowing goes on in between. يعني إنه في أي أنظمة السوفتوير معرفة ما هي أو دراسة ما هي المدخلات وتحديد ما هو الأوتبوت عادة وغالبا يكون هو الأكثر أو يفوق أهمية من فهم ما هو الإجراء الذي يتم ما بين المدخلات والمخرجات. يعني أنا ما أهتم كيف البيانات تحولت من الانبوت الى الاوتبوت بقدر اهتمامي لمعرفة ما هي البيانات او حددها وتحديد ما هو الاوتبوت. عادة في ماشين ليرنينج والداتا مايننج عملية تحديد الخوارزميات تحويل الانبوت والاوتبوت هي غير مهمة، لانه انا مجرد ما احدد التاسك واحدد الانبوت والاوتبوت أغذي النظام أو السوفت وير بالإنبوت، والنظام هو راح يعمل هاي الإجراءات الداخلية وينطي الأوتبوت. لذلك عملية الإنبوت والأوتبوت عملية متصلة، كلما كانت الإنبوت كانت هاي كواليتي كلما كان الأوتبوت هاي كواليتي، وهناك ترابط ما بين الموضوعين. نجاح الأوتبوت يعتمد على الانبوت اللي تم ادخالها الى ذلك السوفت وير. الان قبل ما نبدا عمليه المايننج نحتاج ان نطرح او نناقش مجموعه من الاسئله. من اهم الاسئله واللي يجب ان تطرح في البدايه هو is the data can solve the problem we try to tackle or not. هل الداتا اللي مطروحه امامي واللي انا جمعتها واللي اخذتها من الداتابيس هي تناسب الموضوع المطروح؟ مثلا أنا لو أريد أسوي software لتحديد lung cancer diagnosis أو تشخيصه، هل من الممكن أجمع بيانات من stock market؟ هل هناك ربط ما بين الموضوعين؟ نحتاج أن ننظر في هذا الأمر.
لازم تكون الداتابيس تناسب الـ تناسب الاوتبوت، تناسب الموضوع اللي احنا دي نسوي عليه. هذا الموضوع تعتبر، هذا النقطة تعتبر من أهم النقاط لنجاح عملية التنقيب. الموضوع الآخر اللي لازم أيضا نناقشه هو how big is the data set، ما هو حجم البيانات اللي تكون مفيدة إلي من أجل التنقيب؟ هل إنه البيانات القليلة تكون مفيدة أو البيانات الكثيرة؟ عادة في الداتا مايننج وفي المشين ليرنينج كلما كانت البيانات كبيرة كلما نجحت عملية التنقيب. يعني مثلا ما اجي اسوي مثلا موديل لان كانسر دياجنوسيس مبني على اساس عينه متكونه من 10 اشخاص، بالتاكيد هاي العينه ما راح تنطيني كل الاعراض، ما راح اقدر اناقش بيها كل الامور المتعلقه باللان كانسر. لازم تكون العينه اوسعها اكبر، وبالتاكيد كل ما كانت العينه اكبر كل ما عملي كان بي مور اوثوريتي. عادة أيضا في المشين ليرنينج كأنه يكون أقل مستوى العينة لازم تكون في 1500 وهكذا، ميصير تكون الكمية قليلة، لازم تكون كمية كبيرة، لأنه أنا راح ألاحظ أثناء عملية تنقية البيانات، البيانات راح تقل بعدين، لأنه النويز راح أذبه، اللي ما أريده راح اللي ما متعلق بالموضوع راح أتركه، بالتالي العينة راح تقل، فأحتاج إنه أوفر عينة كبيرة في البداية. Is there another way to obtain more data؟ هل هناك طريقة أخرى للحصول على البيانات؟ هل هناك database أخرى مرتبطة مع الموضوع اللي أنا طرحته ممكن أن أحصل بها على البيانات؟ مثلا أنا أريد أن أسوي فد نظام لمعرفة مستوى أداء الطالب. طيب مستوى أداء الطالب هل ممكن معرفته فقط من السجل المدرسي لأكو database أخرى؟ مثلا كأنه يكون المعلومات اللي ممكن أحصلها من العائلة، معلومات أحصلها من المعلم غير اللي مكتوبة في السجل المدرسي. يعني يجب أن نبحث ما هي الوسائل الأخرى، هل هي البيانات كافية لو أحتاج أدور داتا من مكان آخر؟ Is the data representative enough؟ هل هي الداتا هي كافية لتمثيل الموضوع اللي أني طرحته؟ مثلا نبقى في مثال الطالب، لو أني أريد أسوي نظام يقيم أو يقيس أداء الطالب بناء على حالته الصحية، هل درجات الطالب الموجودة في السجل المدرسي كافي؟ لو أحتاج أروح للداتابيس الموجودة في أو أحتاج معلومات موجودة في السجل الصحي، لأنه أنا موضوعي أداء الطالب مرتبط مع المستوى الصحي للطالب، بالتالي السجل المدرسي يكون غير كافي، أحتاج إنه أحتاج معلومات تكون تضم كل المحاور المتعلقة بالموضوع اللي أنا بدي أطرحه. يجب أن أتأكد من هكذا وضع. Are there any unique identifier for collecting data؟ هل إنه يعني هل هناك ID معين للداتا اللي أنا جمعتها؟ مثلا أنا جمعت معلومات patients المرضى أو الطالب، هل هالبيانات هاي تحتوي على كي لكل مريض؟ هل هناك حقل يمثل ID للمريض أو للطالب؟ طبعا الـID هو ممكن يفيدني بعدين، مثلا احنا ذكرنا في الخطوات اللي تلي عملية تنقية البيانات في خطوة البري بروسيسنج تكنيك، وهو الانتجريشن أو هي التوحيد. فأني مثلا لو أسوي موديل أداء الطالب مرتبط مع الحالة الصحية، لو كان الطالب عنده ID مثلا وكان هذا الـID هو رقم هوية الطالب، وأيضا كان في السجل الصحي أيضا يحوي على ID وهو أيضا هوية الطالب، فهذا الـID اللي ما فيه كل الداتابيس في الداتابيس الأولى والداتابيس الثانية راح يساعدني على دمج هذه المعلومتين وعملها يعني ودمجها وإنتاج معلومة واحدة للطالب نفسه. فمن الـID راح يفيدني بهكذا أمور. أيضا الـID حيساعدني لهمل التكرار، مثلا أنا طالب عند طالب لو كان عنده IDات 2 مثلا والسجل الدراسي نفسه، فأني راح أعتبرهم يعني راح تزيد عند البيانات، لكن لو كان عنده ID واحد والبيانات كانت متكررة راح ألاحظ هذا الشيء وأهمل التكرار. Are the supposed unique identifier actual unique؟ هل يحتاج أيضا نتأكد هل إنه هذا الكي هو حقيقي يونيك، لو هو
هل هو يعني رقم مفرد بذلك الطالب، له هو رقم عشوائي تم إضافته له؟ مثلا إنه طالب في المدرسة، ممكن نضيف له رقم هوية الطالب، لكن هذا الطالب موجود في هذه المدرسة لمدة 6 سنوات، فمن المحتمل إنه المدرسة تكون هذا الكي، تجعل هذا الكي مكون من بارتين، البارت الأول هو رقم هويته، والرقم الثاني أو البارت الثاني هو رقم الستيج اللي هو موجود فيها. فأني لو كان يعني الباترن أو كان الفورمة مالت الاي دي لذلك الطالب متكونة من بارتين، وكان بينما في السجل الصحي متكون من بارت واحد وهو هو رقم هوية الطالب، فأحتاج أن أفهم أن هنالك بعض الاختلاف، بالتالي في أثناء عملية التوحيد أو الانتجريشن يجب أن أراعي هكذا ظروف. The amount of historical data available، أحتاج أن أنظر في تاريخ هذه البيانات، هل هي البيانات تكون بعيدة؟ يعني أنا ما أجي أسوي دراسة عن مرض ظهر قبل 100 سنة وأخذ بيانات تم جمعها قبل 100 سنة أيضا، مثلا مرض ال معرف مرض مثلا الأمراض قديمة ظهرت قبل 100 سنة وتكون الداتا أو درست في ذلك الوقت، لازم تكون الداتا حديثة. غالبا الداتا القديمة تكون غير مفيدة إلا إذا كانت الدراسة متعلقة في الأمور اللي يعني في الظروف اللي كانت سابقا، يعني الدراسة تتمحور عن ذلك التاريخ مو على تاريخ حديث، لازم الداتا تكون تواكب الموضوع اللي المطروح حاليا. غالبا الهيستوريكال داتا تكون غير مفيدة، والأفضل إنه تكون حديثة. Who is the data expert and domain expert؟ إنه أنا لو أسوي دراسة أحتاج إنه مقيمين يقيمون الداتا اللي جمعت وأيضا يقيمون الأوتبوت. فمثلا لو أجريت دراسة على تحليل الـ DNA sequence، وهو انه اخذ شريط الدي ان اي وشلون افتحه واقرا التاجات مالته واسوي متممات، فاني مو اختصاص من امور البيولوجي، فاحتاج انه شخص بيولوجي في اثناء عمليه جمع البيانات يقيمني كيف اخذت الدي ان اي، هل صحيح عمليه الاخذ، هل صحيح انه عمليه فتح هذه الاشرطه واجراء هذه المتممات، احتاج انه ينطيني يكون مور اكسبيرنت في هذه الامور ويقيم لي ادائي. وايضا في اثناء بعد ما ابدي او استخرج الباترن احتاج ايضا اكسبرت وهو دومين اكسبرت انه يقيم لي هل اجرائي كان صحيح، هل الاوتبوت كان يناسب الانبوت، هل النتيجه كانت صحيحه. بالتالي يعني اقل شيء انا احتاج الى تو اكسبرت يقيمون لي اداء السيستم اللي انا قدمته. طبعا هنالك أكثر من أمور أحتاج أن أناقشها، بس أنا طرحت تقريبا أهم basic question يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في حال جمعنا بيانات. الخطوة اللي بعد الداتا تايبس، هنالك البيانات تتغير باستمرار، أي أنه محتواها يكون متغير مثل ملفات وورد، أكو بعضها النصوص موجودة على فيسبوك، بعضها موجودة في الماركت، بالتالي هاي البيانات يعني بيانات مختلفة. كيف هاي البيانات نقدر نصنفها؟ عادة أو غالبا صنفت هذه البيانات إلى 4 تصانيف أساسية، وهي Dynamic Data، Static Data، Structured Data and Unstructured Data. Dynamic Data تخص الداتا that change relatively frequently such as posts on social media. Time Series Data أي هي البيانات اللي تكون في تغير مستمر مع الزمن، أو بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر، مثلا في السوشيال ميديا عادة أكو خاصية الستوري، اليوزر دائما ينطي ستوريز جديدة، بالتالي تكون هاي البيانات تكون دايناميك. أيضا في Time Series Data مثلا سوق الأسواق المالية
تكون مع الوقت تشوف انه المنحني الصرف يرتفع وينخفض، فهالبيانات تكون مستمرة في التغيير مع الزمن. فهذه انواع من البيانات نسميها بالدايناميك داتا. النوع الاخر واللي يكون اوبزيت تو دايناميك داتا وهو الستاتيك داتا. مثلا عند الصور، انا الصور بعد ما اصدرها خلصت الصور اصبحت اصبحت ثابتة او غير قابلة للتغيير، حتى لو بعض يحتاج ويقول انه انا الصور اقدر اضيف عليها تغييرات مثلا في الفوتوشوب، لكن هذا التغيير يكون في عدد محدد مثلا 5 10 اوكي، بس اني بعد ما اصدرها انتهت عملية التغيير واصبحت ستاتيك. ايضا في الفيديو بعد ما اثبت او بعد ما اصدر هذا الفيديو راح تكون عملية ال يعني بعد تكون يكون فيديو ثابت، بالتالي يكون نط دايناميك. النوع الآخر وهو structured data. Have structured data have a predefined model which organize data into a form that is relatively easy to store, process, retrieve and manage such as Excel file or SQL database. إذا هو نوع من أنواع الداتا اللي تكون منظمة وتأخذ سياق منظم، بحيث تسهل عملية الخزن والمعالجة واسترجاع البيانات وإدارة تلك البيانات. عادة هذا النوع من أنواع البيانات تمثلها بالإكسل فايل والSQL داتابيس، لأنه إذا تلاحظون الإكسل فايل عبارة عن جداول تحمل جداول منظمة أقدر أعالجها بصورة سهلة، وأيضا الSQL داتابيس بياناتها تكون مو عشوائية، بياناتها تحمل سياق ونمط واحد. الآن الستركتشر داتا هي أوبسيت أيضا للستركتشر داتا. مثلا عندي فولدر يحتوي على ملفات نصية، لكن هذه الملفات أو بيانات نصية، لكن هذه البيانات بعضها يكون وورد دوكيومنت، بعضها يكون ايميل مسج، بعضها بوربوينت برزنتيشن، اخر تكون على شكل سيرفي، بعضها تكون بوست او سوشيال ميديا سايز. يعني هنا صحيح كلهم بيانات نصيه، لكن كل ملف يحمل صيغه تختلف عن الصيغه الاخرى، بالتالي نصنف تلك البيانات الى انستراكشر داتا. هذه اهم انواع تتكون منها البيانات او تكون على شكلها البيانات. بعد ما جمعنا البيانات وناقشناها وقررنا انه هذه هي البيانات اللي راح نطبق عليها عملية التنقيب، هذه البيانات راح نعطيها تسمية اخرى، مو داتابيس ولا داتا سورس، راح نسميها بالداتا سيت. يعني انا عندي هذا الجدول، هذا الجدول مو قاعدة بيانات وهو له ملف اكسل، هو الداتا سيت اللي هي البيانات اللي راح ابدا عليها عملية التنقيب. عندي هذا الشكل، هو عبارة عن ستراكشر داتا سيت اللي ناقشناه في السلايد السابقة. some kind of table structure data set هو عبارة عن some kind of table that have many record، هو نوعا ما يأخذ شكل الجدول يحتوي مجموعة من الريكوردات أو اللي نقصد به document 1 2 3، هاي نسميها record. define the collected data يعرف البيانات اللي تم جمعها. row represented row represent the collected record or file. الرو عندي تمثل أو تصف الريكورد، تعرف الريكورد. عندي مثلا document 1 يحتوي هذا 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 الريكورد، أو هذا الصف يمثل هذا الريكورد للدوكيومنت 1 أو للفايل، بينما الكولوم يعرف الفريكوينت تيرمز ان ذيس فايل. يعني عندي document 1، document 1 يحتوي على هذه البيانات نسميها بالريكورد، بينما عندي هذا الصف العلوي يحسب او يعرف الفريكوينت تيرم ان ذيس فايل. عندي مثلا هذا الحقل بريد، يبين لي انه في الدوكيومنت 1 مصطلح البريد ذكر 66 مره، بينما في الدوكيومنت 2
من ذكرت 88 مرة. بالتالي الكولوم هو يبين عدد أو التكرارات frequent terms، التكرارات عدد الterms المكررة في تلك الفايلات، وهذا ما نطلق عليه بالداتا سيت. نتعرض أكثر على الداتا سيت. Data object represents an entity. عندي هنا في الدوكيومنت 1 أو هنا في هذا الحقل، هذا الدوكيومنت 1 أيضا نسميه بالانتيتي، إذا أو الأوبجكت. إذا data object represents an entity، والانتيتي عادة تكون على شكل أو تأخذ تسميات مختلفة. مثلا عندي sample, example, instance, data point or object. جميع هاي التسميات تعود لمصطلح واحد وهو الانتيتي. في سيلز داتابيس، لو أخذنا مثلا قاعدة بيانات تخص المبيعات، ما هو من ما الذي من الممكن أن يكون entity؟ ما هو الكيان؟ ما هي العناصر التي تعود لتلك الداتابيس؟ غالبا الـ customers والـ store items and the sales هي تمثل الـ entity لتلك الداتابيس، يعني الزبون والعناصر أو المبيعات المعروضة في ذلك المخزن أو الستور، والأمور العمر التي تم بيعها. مع الميديكال داتابيس أو الداتابيس التي تخص الأمور المجالات الصحية، البيشنت يعتبر أيضا انتيتي. هنالك انتيتي أخرى أو أمثلة لانتيتيز أخرى تخص الميديكال داتابيس، مثل اسم الطبيب ممكن أن يعتبر entity على حسب، وهذا الأمر يحدده الموديل أو التاسك المطروحة. مع الـ University Database غالباً الـ entities متكونة من student، أو طبعاً هي عبارة عن أمثلة ممكن من خلالها نتصور ما كيف يكون الـ entity. في الـ University Database غالباً يكون الـ student والـ professor والـ course هي more important entities for this database، هي أغلب أو أكثر entities شائعة مع قواعد البيانات في الجامعة، وهم أهم عناصر موجودة في الجامعة. عادة الـ data object are typically described by attribute، يعني الـ object، أنا حتى أتعرف على الـ object كيف يكون، يتم وصفه أو تمييزه بواسطة الـ attribute. ما هو الـ attribute؟ Attribute is a data field representing a characteristic or feature of a data object. Attribute هو حقل من حقول البيانات واللي نستخدمها للتمييز والتعرف على خصائص الـ data object. لو نلاحظ عندي هنا في الـ document 1، document 1 عرفنا خصائص الـ document 1 من خلال أي شخص يقدر يقرأ document 1 يحتوي على 100 مقدار 50، read مقدار 66. بالتالي هاي الاتريبيوت واللي هي 100 وصفت لنا هذا الدوكيومنت. من خلال هذا الحقل أو السجل قدرنا نعرف مواصفات الدوكيومنت 1، بالتالي الاتريبيوت تصف لي الدوكيومنت. The noun attributes are also called dimension, feature and variable. إذا أنا لو أقرأ في الريسورس وذكر مصطلح الدايمنشن دايمنشن للأوبجكت، أعرف إنه دايمنشن هي نفسها الأتربيوت، لأن الأتربيوت ممكن أن تأخذ مصطلحات مختلفة. مع الداتا ويرهاوس، لو أقرأ مصادر متعلقة بالداتا ويرهاوس، غالبا المحللون أو المؤلفون يستخدمون مصطلح الدايمنشن، بينما مع الماشين ليرنينج يستخدمون الفيتشر. والفاريبل عادة تستخدم مع الاستاتستيك مع الإحصائيين، بينما في موضوعنا داتا مايننج اون داتا بيسز مصطلح الاتريبيوت هو اللي راح يكون المصطلح السائد اللي راح نستخدمه. نتعرف أكثر على الاتريبيوت. A set of attributes used to describe a given object. ذكرت أنه في هذا الجدول set of attributes، هاي الاتريبيوت تستخدم في وصف هذا الأوبجكت. طيب هذا الرومات الاتريبيوت مجموعة، يعني احنا عندي خمس اتريبيوت نسميه اتريبيوت فيكتور.
a set of attributes used to describe a given object is called an attribute vector or feature vector. يعني انه هذا الصف العلوي نطلق عليه بالفيتشر فيكتور او اتريبيوت فيكتور مجموعة، يعني مو اتريبيوت وحدة، لا كل الصف نسميه بالاتريبيوت فيكتور. هناك انواع مختلفة من الاتريبيوت نقدر نحددها بالاعتماد على قيمة الفاليو اللي تحملها تلك البيانات، والاصناف الرئيسية هي النومينال الباينري اوردينال والنيميريك اتريبيوت. نتعرف على واحد واحد من هذه الاتريبيوتس. النوع الاول هو النومينال اتريبيوت. في النومينال اتريبيوت مين او تعني هي relating to names. النومينال اتريبيوت هو يصف الاشياء او التسميات او يؤدي او يشير الى كاتيجوري أو رموز أو تكون مسميات معينة. The value of a nominal attribute are غالباً تكون symbol أو name of things، أسماء لأشياء. كل قيمة represent some kind of category, codes or state. يعني عندي مثلاً سجل مكون من خمس ألوان، أحمر، أزرق، green and yellow. هاي هذا النوع من أنواع البيانات بسهولة نقدر نعرف إن هي مصنفة، يعني الداتا عندي مصنفة إلى أربع تصانيف مكونة من أربع ألوان، بالتالي نطلق عليها بالنومينال أتريبيوت لأنه هي مصنفة. ممكن نعطي كود مثلا 01 الآخر 22 هكذا أمور، أو 10 لأنه عندي مجموعة محددة من الأيتيمز أو من الأتريبيوت تكون مصنفة، بالتالي نسميها بالنومينال اتريبيوت. النومينال اتريبيوت تكون على هذا الشكل. النومينال اتريبيوت ايضا ممكن نطلق عليها بالكاتيجورال، يعني كاتيجورال اتريبيوت. فور اكزامبل كلر اند فيرتشوال ستاتس ار نومينال اتريبيوت. مثلا عندي ذكرنا موضوع الالوان انه مجموعه متكونه من اربع او خمس ايتمز او تيرمز محدده، وتكون والبيانات مصنفة على أساس هذه المصطلحات. في المرتشوال ستيتس أو الحالة الاجتماعية هنالك يعني غالبا تكون ثابتة، وهي أربع مصطلحات: متزوج، أعزب، مطلق وأرمل. والداتا اللي عندي، الحالة الاجتماعية للداتا اللي عندي مصنفة على هذه الأربع تصانيف، وهذا النوع تكون مصنف وهو واضح يكون مصنف، بالتالي هو نومينال اتريبيوت. Another example is customer ID with possible value that are L numeric. يعني أيضا هناك مثال آخر أو حالة أخرى للنومينال أتريبيوت وهو الـ ID التابع للـ customer. عندي سوبر ماركت أنطي كل زبون فد ID معين، كل زبون يأخذ رقم محدد، لكن قد البعض يعتقد أنه هذا الـ ID عبارة عن أرقام، ولكن هو لا يشير إلى رقم لأنه هو مو quantity هو quality، يعني أنه هاي الأرقام ما نتعامل معها على أن هي أرقام، وإنما نتعامل معها على أنه فد كي معين ميز ذلك الزبون. والدليل على ذلك أنه تلك الأرقام ما نقدر ناخذ لها المعدل. أنا ما أجي عندي ID لكوستومرز مكون من واحد إلى مية، مثلا كوستومر 1، كوستومر 2، كوستومر 3، وأجي أجمع هذا الرقم وحصل على رقم مجموع عدد الكوستمرز، هذا الشيء غير لا يعود بالفائدة، ما مفيد، لأنه هي مو أرقام، هي عبارة عن ID مع ID تم ترميزها واستخدامه لترميز ذلك اليوزر. إذا ما أقدر أخذ الميدل فاليو، يعني أنا عندي 100 زبون، ما أجي أقول إن الزبون الـ50 هو أكثر زبون مفيد وأقدر يعني أتعامل معه على إنه هاي الداتا هي الهاي كواليتي، وأطبقها على السيستم اللي أنا جاي أنفذه. شنو البديل؟ لو كنت أريد أحدد ما هو الزبون الأكثر كفو أو أختار يعني الكوستمر اللي يكون هاي أكتيف، لازم ألاحظ أو أدرس سلوك ذلك الزبون، فكل ما كان سلوكه أكثر نشط ممكن أن أختاره ويعني وأعزله عن البقية وأطبقه وأحاول أدرسه على السيستم اللي أنا جاي أنفذه.
هاي تعتبر من يعني إحدى الوسائل اللي أقدر بواسطة أحددها أحدد بيها الـ High Nominal Attribute Activity، يعني الـ Attribute اللي تكون أكثر فعالة. لكن انه اني اجمعهن او اطبق عليها العلامات الرياضيه هذا الموضوع غير ممكن، لان مثل ما قلنا هو مو ارقام اقدر اتعامل معاها واطبق عليها عمليات الماث. النوع الاخر وهو الباينري اتريبيوت. Binary attribute is a nominal attribute. Binary attribute هو أيضا nominal attribute، لكن هنا المجموعة صنفت لنوعين فقط وهو two category أو state 0 or 1. يعني أنا عندي البيانات مصنفة لخيارين اثنين فقط، إما 0 وإما 1. Binary attribute are also called boolean، يعني ممكن نطلق عليها بالboolean attribute أو binary attribute. عندي في النومينال اتريبيوت نسميها نومينال اور كاتيجورال اتريبيوت، وهنا عندي باينري اور بوليان اتريبيوت. الباينري اتريبيوت تكون على نوعين، سيمتريك واسيمتريك اتريبيوت. السيمتريك تكون على شكل if both of its states are equally valuable and carry the same weight. يعني اذا كانت كل البيانات اللي عندي اما تاخذ يعني مرة تاخذ 0 مرة تاخذ 1، ما عندي انه هذا القسم لازم ياخذ 0 وهذا القسم لازم ياخذ 1. لا، ممكن في حالة من الحالات الاوبشن A ممكن يكون 0 وممكن يكون 1، والاوبشن B ممكن يكون 0 او ممكن يكون 1. فبالتالي كل ال A and B هم ياخذون كل الاحتمالين 0 or 1. 0 مو محدد فقط لل A او محدد فقط لل B، لا، التبديل يعني ممكن ان يحصل عندي تبديل. بالتالي هذا النوع يسميه بالسيمتريك بوليان او باينري اتريبيوت. الاسيمتريك باينري اتريبيوت يكون عكس السيمتريك، وهو انه مثلا اوبشن اي لازم دائما ياخذ 0 بينما اوبشن بي لازم دائما ياخذ 1. مثلا عندي طالب، ان طالب اذا نجح اقدر يعني شيء ثابت، ان نجح في الامتحان راح ياخذ كود 1، وان رسب راح ياخذ كود 0 او راح ياخذ علامة 0. ما اقدر في حال انه كان راسب انطي علامة 1، وان كان ناجح انطي علامة 0. لهذا شيء يعني غير ممكن، فنسميها asymmetric binary attribute. ايضا مثلا في حالة مثلا diagnosis ال disease او تشخيص المرض، ان كان المرض موجود دائما انطي نتيجة positive، وان كان غير موجود انطي negative. ما اقدر اعكس هاي الآلية واقول اذا كان المرض موجود انطيه نيجاتيف واذا كان غير موجود انطيه بوزيتيف، غير ممكن، وانما الخيارات محددة. وعادة دائما النتيجة الجيدة ننطيها بوزيتيف والنتيجة السالبة ننطيها نيجاتيف. هاي كل ما يخص بالباينري اتريبيوت. ننتقل للنوع الثالث وهو الاوردينال اتريبيوت. هذا نعني بالاوردينال اتريبيوت is an attribute with possible values that have a meaningful order or ranking among them. هو attribute عادة تحمل النمط الترتيبي، تكون البيانات أو خياراته تكون منظمة. But the magnitude between successful value or success value is not known. ولكن عملية الترتيب يعني احنا غير مهمة أو تكون غير معرفة. عندي بيانات مرتبة مثلا من الأكبر إلى الأصغر small, medium and large، لكن عملية هذا التصنيف ما نعرف أنه هل مثلا عندي بنايات ثلاثة مصنفة، هاي صغيرة هاي كبيرة هاي وسط. طيب هذا التصنيف بني على أساس، على أساس ارتفاع المبنى أو على أساس عرض المبنى، على أساس الخدمات، ما نعرف، وإنما مجرد تم تصنيفه هذه البيانات لهذا التصنيف، وتكون عملية هذا التصنيف تكون غير معروفة. لكن أهم ما بالموضوع أن تكون order تحمل نمط ترتيبي. أيضا في الجريد عندي plus A and A، يعني أعرف أن plus A يأتي بعد A و plus B يأتي بعد B، بس ما هي مثلا ما هي الدرجات اللي لازم أحصلها حتى أنتقل من A إلى plus A؟ ما هو مثلا plus A هو شنو؟ يعني بداية 90، أقل نص 90، نهايته غير معروف، ولا وإنما الشيء الباين والواضح أن هناك نمط ترتيبي. البروفيشنال رينك الألقاب العلمية، الأسيستنت لكتشر واللكتشر، بعد يأتي اللكتشر، بعد الأسيستنت بروفيسور، then بروفيسور.
في البداية الأساس لكتشر تأتي في البداية، بعدين اللكتشر وهكذا. بس هذا الترتيب يعني أنا لاحظت إنه مرتب، بس ما هو الباترن اللي على أساسه تمت عملية الترتيب تكون غير واضحة أو غير باينة عندي. لو نلاحظ إنه الأوردينال أتريبيوت والنومينال والباينري جميعها رغم احتوائها على أرقام هي ما نتعامل معها على أن هي أرقام، is not يعني مو أرقام أقدر أني أجمعها مثل ما ذكرت بالنومينال أجمعها وأطبق عليها عمليات الرياضية، وإنما عبارة عن تعاريف، هي qualitative عبارة عن كميات. بغير ممكن مثلا أسوي summation لهذه الأرقام أو أسوي معدل أو أستخرج المعدل. النوع الأخير وهو numeric attribute هو quantitative عكس الأنواع الثلاثة السابقة، هو عبارة عن أرقام أقدر أني أجمعها وأطرحها وأستخرج المعدلات لأن هو quantitative. represent ممكن تمثيله an integer or any real value، ممكن إنه نمثله بأرقام أو أرقام حقيقية أو أي أرقام أخرى. numeric attribute can be interval scale or ratio scale. numeric attribute غالبا تكون على شكلين وهو interval scale و ratio scale. ماذا نقصد بال interval scale؟ interval scale attribute هي أو تمثل attribute are measured on a scale of equal size unit، هي عبارة عن attribute يتم تمثيلها على scale أو مقياس متكون من يونت ثابتة. مثلا يعني أنا لو أنطي درجة الحرارة أو في نشرة الأخبار الجوية إنه يقول لي درجة الحرارة اليوم بلس ماينس 20، طبعا بلس ماينس 20 هي اللي نسميها بالانترفال سكيل. لو فيما بعد إنه جاني إشعار في الموبايل إنه درجة الحرارة بلس 20 يعني بلس 22 أو ماينس 18، هل هذا يفرق؟ أكيد ما راح يفرق، لأنه أنا في البداية سمعت إنه درجة الحرارة راح تكون بلس ماينس 20، يعني درجة الحرارة راح تكون من 20 موجب 20 إلى سالب 20، هاي الفترة كلها راح تكون درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة راح تكون ضمن هذه الفترة، بالتالي زادت هاي القيمة بشوية أو قلت يكون غير مهم هذا الموضوع. وإنما المهم بموضوع إنه تكون القاب مو بعيدة، مثلا مو تجين درجة الحرارة 35، لأ هنا تكون بيانات بها مشكلة أحتاج إنه أنظر إليها، هل هي البيانات خاطئة؟ هل أنا المعلومة اللي أخذتها اللي هي كانت بلس ماينس 20 صحيحة أو لا؟ أو هل إنه 35 درجة الحرارة تكون 35 هل هي معلومة صحيحة أو لا؟ أحتاج أنظر في هذه البيانات وأتأكد من عدها. عندي الريشيو سكيل attribute is a numeric attribute، هو خصائص أو attribute تكون رقمية والآن inherent zero point such as year of experience high number of word. مثلا أنا لو أريد مثلا أطلب من عندكم تنطوني أعداد المصابين بكورونا منذ بداية المرض، البعض قد يقول لي مثلا طبعا هاي نسبة إلى عدد سكان الكرة الأرضية، عدد سكان الكرة الأرضية كان يكون مثلا 7 مليار، وعدد المصابين هو عبارة عن 2,200,500 شخص، فأنا بدل ما أقول 2,500,500 شخص خمسة آلاف ومئتين شخص أقول 2.5، 2.5 من 7 مليار أو من 10 مليار من عدد سكان الكرة الأرضية. هذه النسبة هي اللي نسميها بالريشيو سكيل، إنه البيانات تقلل يعني نصغر هاي البيانات لأرقام صغيرة لكن مع حفظ دقيق قيمة الرقم. هاي أهم أنواع الأتريبيوت اللي من الممكن أنه تتواجد فيها البيانات. Disaggregate various continuous attribute، عملية تصنيف الأتريبيوت السابقة بنيت على أساس نظريات البعض على أساس هاي النظريات أو فرضيات البعض صنف البيانات إلى هذه الأنواع الرئيسية.
لكن هناك طروحات أخرى وسكيمات أخرى، أيضا حقول أخرى صنفت الأتربيوت أو البيانات إلى تصنيفات أخرى، أو صنفت الأتربيوت إلى تصنيفات أخرى. في حقل المشين ليرنينج صنفت الأتربيوت إلى صنفين رئيسيين، وهو Discriminate and Continue Attribute، يعني نفس البيانات اللي ذكرتها واللي كانت واللي كان سابقا صنفها للنومينال والاتربيوت والنمريك والاوردينال، هنا في حقل المشين ليرنينج صنفوها لسكيم اخرى وهي ديسكريت اتربيوت اند باينري اتربيوت. طبعا ايش تايب من هذه الاتربيوت تعامل بصوره مختلفه. إذا ما هي discrete attribute؟ discrete attribute has affinity or countable infinity set، يعني set of value، يعني تمتلك مجموعة من القيم تكون محددة أو تكون يعني محددة معروف بدايتها ونهايتها، أو تكون infinity لكن تكون countable، تكون infinity or infinity countable. which may or may not be represented as integer color size، يعني ممكن هو تكون أرقام size or color. مثلا مثال عن infinity، أقول أنا عندي البيانات صنفت لخمس خمس ألوان رئيسية، أحمر أزرق بلو جرين أورنج، هذا النوع نسميه بالinfinity، وهنا نسميه بالdiscrete attribute. أو نقول أرقام مجموعة متكونة من خمس أرقام أيضا نسميه infinite discrete attribute. عندي لكن يعني واضحة إنه infinity هي تصانيف محددة، لكن ما هو countable infinity؟ أيضا نطرح موضوع الكورونا، يعني إنه أنا لو أطلب برعتكم تنطوني أعداد المصابين بكورونا، البعض يقول لي انه انا ما اقدر، يستحج ويقول لي انا ما اقدر احدد هذا الرقم لانه هذا الرقم انفينيتي، الرقم في تزايد مستمر. لكن انا لو ذكرت موضوع انه اعداد المصابين من بداية نشوء او ظهور المرض الى يومنا الحالي، بالتالي اصبح من الممكن حساب هذا الانفينيتي نمبر، هذا النوع نسميه countable infinity. إنه أني البيانات اللي تكون بصورة مستمرة متزايدة، لكن أقف في نقطة معينة وأحسبهم إلى تلك النقطة، أكيد إنه من الممكن حساب هاي الفاليوز. طيب باينري أتريبيوت عندي تعتبر a special case of a discrete attribute. الباينري أتريبيوت ذكرناها في السكيم السابقة مكونة من 0 and 1، لكن مع إنه هي محددة فإذا هي finite set وهي discrete attribute. عندي النوع الأخير وهو continue attribute، واللي غالبا يعني واضح إنه continue attribute البيانات تكون continue attribute في حال كانت discrete attribute، يعني هو إذا كانت المجموعة غير محددة أو غير قابلة للعد فهي تكون continue attribute، وهو النوع المعاكس لل discrete attribute. إن شاء الله إلى هنا انتهت محاضرتنا، نلتقي معكم في الأسبوع المقبل مع محاضرة جديدة من محاضرات الداتا مايننج.